السلام عليكم. عليكم السلام. بخير اختي؟ الحمد لله. مزيان؟ مزيان. بصراحة جرى لنا زوينة اللي تعجبني بزاف، وبالخصوص جيتي انت قلتي فازتي نورتي. شكرا. هاني اختي. بصراحة ما كرهتش نتعرف على سميتك. سميتي نهايلة. نهايلة، متشرفين اختي نهايلة. المهم انا سميتي عبد الرحيم. متشرفين. خلاص انت يا بنتي هنايا بعدا. من تمكناس؟ ايوا الحمد لله، الشرف ليا تاعي. بصراحة أنا يا جو سخون وبزاف ويا ولا أنا قد النص تاعت بالله أو شدين أو صارت بحر وكرهناش وليني راك عارفة ممكن أسمع فيها بحال الله الرباط الرباط؟ خصني نمشي نوسني معايا فهمتي تمشي تنوسيني على زعما يسر بكو وعادي بحال نمشيو لبسي إن شاء الله مرحبا ايوا بصراحة شنقولك اش ديري في حياتك؟ المهم قرب حداك باش تسمعيني مزيان بعدا هانية. اش ديري في حياتك؟ اش كندير ما كنتي والو. حاجة كاع كنقرا. ساليتي القراية؟ شحال في عمرك دابا تقريبا؟ 19. اوه تبارك الله زوونة وبقي الله 19 عام. ما شاء الله بعدا انا حسيتك. عرفتي علاش؟ حيت بزينك تبارك الله والاخلاق ديالك زوونة. شكرا. الله يعافيك. المهم عرفتي بعدا سميتي؟ ويلي ما قلت لك سميتي شو بصراحة سميتي عبد الرحيم ولد مكناس 22 سنة ما بيناش عليا واقيلا والحمد لله ما حتى تهضري ما تشوفيش فيا واش حشمانة مني لا غير الشمس ضرب فيا مغطاو الشمس واقيلا مي شنو نقول لك انا في حياتي صراحة تعجبني نجي نيشان لبنادم ما تعجبنيش عاد نبقى ندخل من درب لدرب كما تيقولوا نيشان نيشان الحاجه الا كانت غادي تجي هادشي من الاول ما كانش غادي تجي ما غاديش تجي من الاول اذا من هادشي كامل بصراحه انا حياتي عايشه بوحدي وما كرهتش شي وحده تشاركها معايا يعني انا كنتي حتى انتيا نفس الامر واخا انا حاس بك حتى انتيا ما عندكش شي عاشق في حياتي حسيت بيك سبحان الله العظيم ورا بصح ما ياك بعدا ما كذبت ايوا الشرف ليا بعدا هاتي تستاهلي على هاد نهضرات زوينة هادي ماشي تجلس هنا شي جلسة تكون قيقية في شي كافي زمامنا لأن سي دومار جلسة هنا بركة لا لا إن شاء الله دابا نولي نديرو حسن من هاد الجلسات المهم أول حاجة خلي لي النيميرو ديالك خلاص سكينة نهاية نهاية نكتب عليها الحبيبة نوعين ولا حبيبة انتي تقولي شان كتب عليك حبيبة المهم ماشي زربة هادي ولا تنويها شي حاجة بصراحة كيما قلتي انتي ما دايراش وانا ما دايرش لا وما صافي نديرو كحل في البيض حتى لعند تيقول شي فشي السلام عليكم موافقة تجاز المهم دابا شنو قلتي عليا موافقة بهذا علاش موافقة بصح حنا تنطلقو بصح حنا تنطلقو علاش موافقة زعما تكوني شريكة حياتي زربتي عليا عرفت راسي زربت عليك شويه وين راه قلت لك من الاول تعجبني نجي بنادم اللي ما بقاش حتى ندخل له ما بين الدراب شنو قلتي شوف فيا قولي لي اوكي اوكي زعما هاتي والله انا بصراحة فرحتيني والله صدفة زوينة وبالخصوص هاد الجو زوين واخا سخون ويني مني جيتي دابا انت مابقيتش نحس بالحرارة انا الحرارة ولات تجيني باردة من دابا انت هي معايا تقولي يعني بزاف انا ما عنيباش انا عاد تنهضر عفوي وصافي راك عارف بصراحة دابا بصراحة منين ولينا اون كوبل باش نتيق انك فغيمون وليتي اون كوبل ديالي غنطلب منك واحد التي ميسيو تقضي معاه هنا الا بغيتي ماشي بزز بصراحة هي تبغي هنايا هنا وصافي ماشي زعما في مي ولا شي حاجة واش غنعطيها هنايا باش نتأكد بلي راه فغيمون حنا على علاقة باش تأكد يلا مزيان اوه ماي جاد عرفتي بصراحة والله إلا أنا فخور ملي تعرفت عليك والله بعدا شرف ليا بعدا يعني واخا جاتني بيزار جاتني في شكل وين شنو نقول لك نبقى ويكالسين خلاص هنا ولا نمشيو شي بلايص احسن؟ غنتحرك نمشيو شي بلاصة؟ يلا فوق نوفيت عندك هنا
صراحة شو نقولك فين نمشيو شو واقيلا هكا أحسن من هنايا شو من هنايا ندوز خرجو من هنا أحسن أوكي وين أجي بعدا أجي نتفاهمو بعدا فين نمشيو فين كدا ماشي نجيو نمشي بدا أول حاجة قلتي فيا أو ماي جود المهم أش نقولك أنا هادشي كامل أختي بصراحة اسمحيلي عليه وفريمون حسيت براسي بحالي وليت تنبغيك وخايت نضحك معاك المهم هادشي كامل الكاميرا كاشي تنصور أختي المهم عادي أختي دوزي معانا هاني نديرك الفلو على وجهك ولا بلاش نديرك الفلو أوكي أختي مرحبا.